صدم قرار طرد أحمد داوود أوغلو من حزب العدالة والتنمية المتابعين. والصادم أكثر أن سبب الطرد هو انتقاد قاله أوغلو بعد خسارة انتخابية للحزب. حرب اشتعلت بين الطرفين منذ انسحاب أوغلو من الحياة السياسية، لكنها ظلت بالخفاء، بدأت تطفو على السطح باستفزازات خلال الفترة الماضية، ليهدد كل طرف بما لديه ضد الطرف الآخر. قرار عزل أوغلو من الحزب جاء بقرار من لجنة رأسها أردوغان شخصيا، رغم أن أوغلو من مؤسسي الحزب وأركانه الأساسية. فمن هو أحمد داوود أوغلو، ولماذا انقلب ولاؤه الشديد لعداوة مع أردوغان؟ ولد أوغلو عام 1959 في مدينة قونية جنوب تركيا. حمل شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية، ثم حصل على الدكتوراه. يتقن 4 لغات هي التركية والعربية والإنجليزية والألمانية. بعد حصوله على الدكتوراه كتب أبحاثا مهمة في السياسة، ودرس في عدة جامعات، وتقلد العديد من المناصب الأكاديمية. بداية التسعينيات أسس قسم العلوم السياسية بالجامعة الإسلامية بماليزيا، ودرس في الجامعة حتى عام 1996 ليعود إلى بلده ويدرس بجامعتها. انتظم بكتابة مقالات يومية بالسياسة والاقتصاد منذ التسعينيات، ويعتبر أحد الخبراء السياسيين البارزين بالبلاد. في عام 2003 شغل منصب سفير تركيا بتكليف من رئيس الحكومة وقتها عبد الله جول. أبقي في المنصب حتى عام 2009 ليرتقي ويصبح وزيرا للخارجية. تعتبر فترة داوود أوغلو فترة رشاد للسياسة الخارجية التركية لحد كبير، إذ اعتمد سياسة صفر مشاكل، قاصدا أن تركيا ستحل كل خلافاتها الخارجية العالقة. وبالفعل استطاعت أنقرة خلال تلك الفترة التمتع بعلاقات جيدة مع الدول، كما فتح أوغلو أكثر الملفات خطورة وحاول معالجتها بالكثير من الحكمة، وذلك عن طريق الحوار مع الخصوم ومجالستهم. عام 2014 استلم رئاسة حزب العدالة والتنمية وشغل منصب رئيس الوزراء، وبقي في المنصب حتى قدم استقالته عام 2016 على خلفية توترات بعلاقته مع أردوغان ظلت تحت السطح. وقيل إن الخلافات بين الاثنين سببها طريقة أردوغان بالتعامل مع الملفات الخارجية. آثر أوغلو الانسحاب إلى الوراء منذ ذلك الوقت، ولكن عادت أخباره مع هزيمة الحزب بانتخابات بلدية اسطنبول أبريل الماضي، ووجه داوود انتقادات حادة لأداء الحزب بالانتخابات. كما تسربت أخبار عن نياته الانشقاق عن العدالة والتنمية وتأسيس حزب جديد. رد محور أردوغان بالحزب بإزالة صور أوغلو من الاحتفال السنوي للتأسيس، الأمر الذي استفز أوغلو بشدة، وهدد بكشف أسرار تسود لها وجوه لو أعلنها. على أثر ذلك اجتمعت اللجنة المركزية للحزب برئاسة أردوغان الأسبوع الماضي، وقررت إحالة أوغلو إلى لجنة تأديب تمهيدا لعزله من الحزب. كما وردت أسماء 3 نواب آخرين اعتبروا متعاونين معه ويجب فصلهم. شاركنا برأيك، هل سيستمر الرئيس التركي بخسارة حلفائه، أم أنه يسير بالاتجاه الصحيح؟